طيب، زي ما قلنا لحضراتكم يمكن في بداية الحلقة ان الفريق الاول لكرة القدم النادي الاهلي اجرى مسحة طبية النهاردة الظهر في فندق الاقامة بنيامي عاصمة النيجر، وده استعدادا طبعا لمواجهة سوني داب المقرر ليها بعد بكرة يوم الاربعاء في ذهاب دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا. لعبوا الفريق والجهاز الفني اجروا المسحة الطبية دي وفقا طبعا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، واللي بيؤكد طبعا ضرورة اجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسميه للكشف عن فيروس كورونا. المفروض الاهلي يخوض تدريبه الاول في نيامي النهارده فعلا على ملعب الجنرال ساني كونشي اللي هتقام عليه مباراه الفريق قدام سوني داب، ومن المقرر ان الاهلي يؤدي تدريبه على ملعب المباراه دي النهارده الساعه 4:30 توقيت النيجر و5:30 توقيت القاهره. يعني التدريب المفروض شغال دلوقتي، وده طبعا لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب بكره يوم الثلاث، وده بسبب انشغال الملعب بمباراه في بطولة الكونفدرالية.